رينا شهيم، عضو المكتب السياسي، نائبة برلمانية عن جهة باس مكناس، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس. اليوم حضرنا لأشغال جلسة افتتاحية لقمة المرأة التجمعية اللي اختارينها لها كعنوان تنمية تمكين المرأة رافعة للتنمية. وهذه القمة جات من بعد 12 جولة ب 12 جهة من المملكة المغربية، وفي كل الجهات كان تطرق للعديد من المواضيع، واللي منهم الشق القانوني، كل ما يتعلق بمدونة الأسرة، بالعنف ضد النساء، وأيضا التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذلك المرأة القروية ونساء الجبال. واليوم هذه القمة الأهم شيء فيها هو الورشات السبع اللي غيتم فيهم النقاش من أجل الخروج بتوصيات ومخرجات اللي احنا كفيدرالية وطنية للمرأة التجمعية كنقوموا بإعداد واحد الكتاب الأبيض اللي فيه جميع النقاط اللي نود الترافع عنها كنائبة برلمانيات وكممثلات للحزب في جميع أنواع ربوع المملكة. ويكون إن شاء الله اليوم عندي تدخل في الورشة القانونية فيما يخص مدونة الأسرة، وغيتم التطرق للعديد من النقاط اللي منهم تزويج القاصرات. وإحنا كفريق تجمعي كنا قمنا بتقديم تعديل فيما يخص المادة 20 من مدونة الأسرة، واللي هي كتخص تزويج القاصرات، وكنتمنى أننا نقوم بإخراج العديد من التوصيات من هذه القمة. وشكرا. مرحبا بكم في القمة الثانية لمنظمة المرأة التجمعية داخل حزب تجمع الوطني للأحرار داخل مدينة مراكش. القمة طبعا هي مناسبة للالتقاء بجميع المناضلات في إن شاء الله المناطق 13 اللي عندنا، 12 داخل المغرب وديال الجالية. طبعا هذه فرصة طبعا للالتقاء للمناقشة، هناك مجموعة من الورشات المهمة اليوم اللي غادي نتكلموا عليها، ورشات اللي غادي نفتحوا الحوار للمرأة المغربية والمرأة المناضلة التجمعية باش يمكن لها تعبر على رأيها في العديد من المواضيع. اليوم المرأة التجمعية لها حقوق ولها واجبات، في ظل هذه الحقوق والواجبات هناك مناقشة طبعا. فالأكيد وهو اليوم غادي نخرجوا إن شاء الله بمجموعة من التوصيات، أولا للكتاب الأبيض ديال يعني مدونة الأسرة اللي غادي يمكن لنا نعطيو فيه واحد مجموعة الاقتراحات. هناك ورشات ديال الصحة، هناك ورشات ديال التعليم أيضا، ورشات تهم كل ما هو سياسة القرب والعمل داخل الجماعات، وهي طبعا مناسبة اللي غادي يمكن لنا يعني نتقاسموا التجربة مع المناضلات ديالنا، وهي يعني نداء للمرأة التجمعية للمثابرة للعمل، لأن بلا العمل ما يمكنناش نوصلوا لهذا الشيء. طبعا أجدد الشكر للسيد رئيس الحزب اللي وضع ثقته في المرأة، اللي وضع ثقته في المرأة التجمعية، اللي اعطاها فرصة على أنها تواكب المسار داخل المملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصر الله. التنمية ديال البلاد، فلهذا قمنا بهذا الدواء بهذا الموضوع ديال تمكين المرأة. وحنا واعيين أولا بأهمية الدور للمرأة، كتلعب وخصها تلعب أكثر في المستقبل، لا من ناحية سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، لأن البلدان اللي كتقدم هي البلدان اللي كتبني على يعني الرأس البشري ديالها على نفس المستوى الرجال والنساء. حنا أولا اليوم بغينا نذكروا بأن المرأة المغربية عارفة الوضعية ديالها، وحتى تطور جد إيجابي فيما يخص الوضعية ديالها، وهذا بفضل السياسات المستنيرة ديال صاحب الجلالة نصره الله اللي هذه أكثر من 22 عام هو كيعمل في إطار تطور إيجابي للمرأة، وهذا الشيء لا على صعيد يعني ديال التشريع
ولا الصعيد الاقتصادي ولا الصعيد الاجتماعي والصعيد التشريعي. راه حنا كنا واعيين باولا مدونه الاسره في 2004 اللي كانت وقتها واحد يعني لا ريفولوسيون بالمكانه اللي عطات المراه انذاك، قانون الجنسيه، الدستور الجديد، الولوج المراه الى المحاماه، المراه اللي كانت تعطي الجنسيه ديالها للطفل ديالها، وقانون العنف ضد محاربه العنف ضد المراه. وكانوا ايضا برامج اقتصاديه جد مهمه ونذكروا منها المبادره الوطنيه للتنميه الاجتماعيه اللي كان سيدنا الله ينصرو ايضا عطات الانطلاق ديالها في سنه 2005، واللي مكنات باش نساء يعني عدد كبير من النساء ولا سيما في القرى وفي الجبال وفي المناطق الهجره اللي تمكنات باش يكونوا عندها برامج وكتدخلها ومشاريع صغيره وعندهم دخول اللي يمكن لهم يعطيهم عيش كريم. وهاد السنه الاخيره كانوا البرامج ديال اوراش وديال فرصه اللي تاهما ساعدوا عده اما شابات او نساء في ولوج الى مداخل بفعل اعمال اللي داروا به. فعندنا انجازات ايجابيه، ولكن في نفس الوقت عندنا ايضا اكراهات ولا سيما في تطبيق القوانين او يعني تعطى اللي كيوقع في التنزيل ديال هاد القوانين على ارض الواقع. وعندنا ايضا واحد النسبه ديال تمثيل هاد المراه في سوق الشغل اللي هي غاده كتنخفض في هاد 15 سنه الاخيره، واللي اليوم هي 20%، اي كنشوفوا بلا 80% ديال النساء اللي يمكن لهم يكونوا في سوق الشغل ما كيوصلولوش. فغادي نكبوا وكنكبوا على هاد النقط كلها باش نناقشوا في اطار هاد يعني البرامج ديالنا ديال الفيدراليه وفي داخل الحزب ديالنا المخططات اللي خصها تكرس او تعطيها الاولويه باش ندوزوا تدريجيا ونوقفوا هاد الاكراهات اللي كنعرفوها. والبرامج اللي هي اليوم تلقى اللي شرعها فيها الحكومه هما جد مهمه، لان عندنا يعني الهيكله المجدده ديال تربيه التعليم ديال التعليم وديال الصحه والاوراش الكبرى ديال الاستثمار اللي غادي تجلب الاستثمارات ومعها فرص الشغل، وايضا تبسيط المساطير اللي هي غادي تسهل عده امور. وحنا متفائلين لان هاد البرامج كلها والتغطيه الصحيه هذا ورش ملكي عظيم اللي غادي يمكن المغاربه كلهم باش تكون عندهم تغطيه في المستوى اللائق وما تبقاش الهشاشه اللي كنعرفوها في عده قرى وفي عده مدن. فاحنا في نفس الوقت كنقولوا كاينين اكراهات ولكن متفائلين اولا بالرؤيه والتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، وثانيا بهذه الاوراش الضخمه اللي كتخدم عليها الحكومه واللي هي يعني واجب نكملوها ونسرعوها في التنزيل ديالها باش نبنيو هذا المغرب المستقبل، مغرب مزدهر، مغرب تماسك ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.